السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم، بتفرج على قناة بن أريبيا، والنهاردة هنشوف أي إف سي بيلدر، وهو برنامج مجاني. أول حاجة بقول له نيو بروجكت، بختار اسم البروجكت، بقول له أكسبت، تمام. بيقول لي اختار اسم جديد، طيب. بيقول لي عايز إمتي، تمام، يعني ملف فاضي ولا اوتوماتيك هتدخل ملف يكون فيه المعلومات جاهزه. انا بقول له انا عايز ملف فاضي. طب بيقول لي الحاجه اللي عندك دي هتبقى كام دور، تمام، يعني انا عندي مثلا الروف والجراوند فلور، تقدر تزود ملف جديد وتحدد الارتفاع بتاعه هيبقى كام، تمام. فانا بقى عندي دور اهو فلور 1 ارتفاعه 3 متر، ممكن اقول له الدور الثاني ارتفاعه مثلا 3.2، تمام. وممكن تقول له انا عايزه مثلا من ريفرنس فور اتش فلور، ياخد المعلومات. طيب انسيرت، ممكن تعمل انسيرت لواحد تاني هنا، تمام، ويبقى عندك الورد كلها، تمام. طيب اقول له اكسبت، بدأ يعمل لي الملفات دي، بيقول لي اختار تمبليت مانجر. طيب هتيجي هنا هتلاقي هنا الاورينتيشن، الاتجاه بتاعك، ان مثلا السهم بتاع الشباب مثلا جاي الناحية دي، الفلور جروبس دي الدوار دي احنا دخلناها قبل كده، كوبي جروبس تقدر تنسخ الحاجة اللي انت عايزها. طيب هنا بقى تقدر تشوف الفايلز، الملف بتاعك لسه ما رسمناش، هنرسم الاركتكشر وفي الفيزيبيليتي، وهنا السنابس، وهنا لو انت عايز تدخل في 3 دي فيو. طيب في الاركتكشر هقول له مثلا عايز ارسم وول، ده الاكسترنال وول بتاعي، تمام اهو. تختار الفساد الريفرنس بتاعك، وهبدا ارسم الحوائط بالشكل ده، دي الحوائط الخارجيه بتاعتي، تمام. خلصت، ممكن تروح لايس رايت كليك، هيبدا يرسم لك الحاجه دي. البارتيشن بتاعك تبدا تختار، طبعا لو في حاجه اترسمت قبل كده تقدر تختار منها، وده السكنس بتاعك. اوكي هبدا اختار، ممكن من التجهيز ده اقول له انا عايز الميد بوينت، يبدا يجيب لي الميد بوينت بتاعي. اذا البيزمنت وول الديفنس فيرشوال بارتيشن، عايز تعمل ايديت لاي واحد فيهم، عايز تعمل موف او ادجاست او اي معلومه عايز تغيرها، تقدر تختار وتغير جوين كوبي ديليت زي ما انت عايز. طيب الفلور هبدا اقول له انا عايز الفلور مثلا من سكريت، تقول مثلا اهو وتدوس رايت كليك يعمل لك الفلور بشكل دوت. عايز تعمل سلوب دروف تقدر تختار منها، بس ده الاوبننج. لو عايز تفتح مثلا دور هتبدأ تختار الدور اللي انت عايزه، الويتس بتاعه قد ايه والهاي بتاعه قد ايه. هنختار مثلا الباب بتاعنا اهوت بالشكل دوت، فعمل لي الباب بالشكل دوت. طيب عايز اشوف الحاجات دي كلها في 3 دي، بدخل في 3 دي فيو، سألني سؤال قال عايز تشوف الدور ده بس ولا كل دور، قلت له هات لي كل دور. ممكن تقول له انا عايز اطفي الفساد، عايز اطفي البارتيشن، عايز اطفي سكريت، عايز اطفي الدورز، يبدأ فيها الحاجات اللي انت مش عايزها. هنا ايديت تقدر تعمل ايديت او موف او روتيت لاي حاجة انت عايزها. بتخلص تقول له انا عايز اعمل سيف للشغل بتاعي، ممكن تقول له سيف اس، وتختار مكان تاني سيف فيه الشغل بتاعك. لو عايز ترسم دايمنشن هتيجي هنا تقول له انا عايز ارسم دايمنشن، فالبن اللي انت عايز تستخدمه تقدر تختار، والسايز بتاعك نورمال، كل حاجة تقدر تختار منها. تقول له مثلا عايز ارسم دايمنشن من هنا لهنا اهوت، عايز ترسم خط، عايز ترسم تكتب كتابة زي ما انت عايز، تعمل تكست، عايز تعمل ريكتانجل، اي حاجة عايز ترسمها تقدر ترسمها بدون اي مشكلة خالص. هو جاب لك هنا الاريا بتاعتي.